متابعين مع اختصاصات الجامعات بلبنان وانه ناخذ فكره شامله شوي عن الجامعات، بننتقل لجامعه بيروت العربيه مع دكتور وليد ملاعب. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. حضرتك اسيستنت بروفيسور اوف فيزيكس بكليه العلوم بجامعه بيروت العربيه. اليوم اكيد بدنا نرجع نعمل هيك مقدمه سريعه عن الجامعه قبل ما نحكي عن التخصصيات يلي موجوده فيها. نعم، كليه العلوم هي احدى الكليات العشره اللي بتتالف منها جامعه بيروت العربيه. انشئت هالكليه عام 1976 وكانت تضم قسم واحد هو الفيزيكس ديبارتمنت، ومن بعدها توسعت وتطورت واليوم اصبحت بتضم اربع اقسام يلي هن الفيزيكس، ماثماتكس اند كمبيوتر ساينس، كيمستري، بيولوجي اند بايوكيمستري. والكليه بتعتمد مثل باقي الكليات بالجامعه عندنا بتعتمد اعلى معايير الجوده في التعليم، وعلى هذا الاساس نحن نلنا الاعتماد الاكاديمي الدولي الاكريديتيشن من قبل مؤسسه تعرف بالايبت وهي مؤسسه دوليه مركزها بأمريكا. ABET يعني Accreditation Board for Engineering and Technology. منشان هيك كمان في كتير اهتمام بالطلاب بالجامعة بكل شيء متطور، إن كان من البرامج إن كان من المختبرات يلي موجودين هناك كمان لحتى يساعدوا أنه يكون في تطبيق أكثر للمواد يلي عم يخطوها. نعم، مهمة كلية العلوم بالجامعة تتناسب مع مهمة واستراتيجية الجامعة العامة المعمول فيها حاليا حتى إلى العام 2020، وهذه المهمة تتركز حول ثلاث محاور رئيسية هي التعليم، البحث العلمي وخدمة المجتمع. بالنسبة للتعليم، الكلية عنا بتقدم عدد كبير من البرامج، ست برامج for undergraduate studies يعني للطلاب الساعين للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم أو الباتشولر in sciences BS، بالإضافة إلى 12 برنامج للدراسات العليا أي الماجستير والدكتوراه. وتسعى الجامعة كما الكلية دائما أنه تكون هذه البرامج بخدمة المجتمع أو يعني تلبي حاجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل. وفي هذا الإطار اسمح لي أعرف أنه رح نفتح اثنين من برامج الماجستير الجديدة ابتداء من العام القادم في بيروت بكلية العلوم عم نحكي. نعم نعم. البرامج الاثنين هن فود سيفتي اناليسيس اند سيفتي الذي يعنى بسلامه الغذاء بالتعاون والتنسيق بين كليه العلوم وكليه العلوم الصحيه. نعم. والاختصاص الجديد الثاني هو الميديكال فيزيكس الفيزياء الطبيه بالتعاون والتنسيق بين كليه العلوم وكليه الطب في الجامعه. عفوا. نعم. لما بنقول بالتعاون مع كليتين يعني هون عم بيكون الطالب عم بياخذ مواد بالكليتين صحيح؟ يعني شوي من هون شوي من هون، والشهاده من وين بياخذها؟ من اي كلية؟ نعم، يمكن الافضل اشرح لك شو هن هالبرنامجين الجداد. مثلا الفود اناليسيس اند سيفتي هو يعنى بسلامه الغذاء. نحن بنعرف انه مؤخرا اللبنانيين صار عندهم اهتمام كثير كبير بهذا الموضوع، وايضا الجهات الرسميه بالدوله اللبنانيه، فالجامعه مواكبه منا للمجتمع اللي عايشين فيه طرحت هذا الاختصاص لسيخرج اختصاصيين بيعرفوا بتحليل وتحديد معايير سلامه الغذاء حسب البنش مارك العالمي. اكيد هن بحاجه لمواد من كليه العلوم وكليه العلوم الصحيه، وبالنهايه شهادتهم حتكون من كليه العلوم، بالنهايه نحن جامعه واحده يعني. بالنسبه للميديكال فيزيكس كمان هو اختصاص مطلوب جدا لسوق العمل، هو سيخرج اختصاصيين بيعرفوا بالاشعه، استعمال الاشعه في العلاج الطبي مثل الامراض السرطانيه. اكيد يعني عندهم مجالات العمل في القطاع الطبي، المستشفيات، الصناعه وكل ما له علاقة بهذا الموضوع. هون يعني عم نلاحظ أنه العلوم عم تتطور بشكل كتير كبير، العلوم الصحية يعني الطبية وغيرها. كل قد ايه ممكن يكون في تجدد لاختصاص بالجامعة مثل جامعة بيروت الدولية؟ يعني ممكن كل سنة أو أكثر؟ يعني يمكن ما في وقت محدد، ولكن على طول نحن من عايشين بهذا المجتمع بنشوف شو احتياجاته وشو متطلبات سوق العمل، واهم شيء خريجينا يلاقوا فرص عمل. لهذا السبب مثلا نحن طلابنا عملهم ليس فقط محصور بالشق الاكاديمي او التعليمي مثل ما هو معروف بكليات العلوم، ولكن ايضا عندهم مجالات مختلفه مثل المجال الصناعي الطبي مثل ما كنت عم بذكر هلا، وايضا القطاع العام والقطاع الخاص، الوزارات وغيرها. نعم. نحن رح نتابع حديثنا، عنا بعد كثير معلومات رح ناخذها، بدنا ناخذ وقفه صغيره وبنرجع.
متابعين حديثنا مع دكتور وليد ملاعب اسيستنت بروفيسور اوف فيزيكس بكليه العلوم بجامعه بيروت العربيه. كنا عم نحكي عن الاختصاصات الجديده يلي صارت موجوده بالجامعه ويلي ذكرتها، ولكن هالاختصاصات كمان بدها كثير بحوث علميه، بدون اماكن الطلاب انه يقدروا يشتغلوا ويطبقوا بعض النظريات يعني. نعم، من المعروف أنه بكل جامعات العالم كلية العلوم هي قاطرة البحث العلمي، وهذا الشيء كمان بينطبق عنا بالجامعة. نحن نشيطين جدا بالأبحاث، وكمان لحتى تعمل هذه الأبحاث نحن بحاجة لمختبرات تخصصية specialized labs، وأكشولي عنا بالكلية حوالي 22 مختبر من هذا النوع. يعني على سبيل المثال عنا water and soil analysis lab، وهو مختبر يعنى بتحليل المياه والتربة، بيستخدموه طلابنا، وأيضا نستقبل عينات من الخارج مثلا المستشفيات، المصانع، البلديات وغيرها. عنا كمان material science lab، هو مواد يعنى بدراسة خصائص مختبر يعنى بخصائص المواد. طلابنا بحضروا عينات جديدة من السوبر كوندكتورز، النانو ماتيريالز، يلي إلها أبليكيشنز كبيرة بالإندستري والتكنولوجي أيضا. وكمان هيدا المختبر ممكن يستقبل عينات من القطاع الطبي كالأسنان والعظام البشرية ودراسة خصائصها. فهيدا بيدلك قديش في تفاعل وتعاون بين الكليات المختلفة عنا بالجامعة، وأيضا نحن نتعاون مع الجهات الخارجية. مثلا عنا اتفاقيات موقعة مع الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية في المجلس الوطني للبحوث، وأيضا مع مصلحة البحوث الزراعية في وزارة الزراعة، وغيرها من الـ يعني قيد الإعداد والتحضير. نعم، عنا كمان أنشطة كتير بتصير خلال السنة، هيك أيام محددة لأنشطة جديدة، لأنشطة ممكن تفيد كمان هالتعلم يلي عم بيكونوا الطلاب بخلاله. شوف شو عم بيصير من أنشطة وقديه بتفيد، يعني ليه عم بتصير؟ أكيد بنرجع لقصة استراتيجية الجامعة. نحن ملتزمين فيها ككلية العلوم، نحن بنؤمن بخلق توازن بشخصية الطالب. فبالإضافة لكل هذه الأنشطة الأكاديمية البحثية والعلمية يلي ذكرتها، في عنا أنشطة مختلفة ترفيهية، مثلا رحلات ترفيهية، حفلات استقبال الطلاب الجدد، وأيضا عنا نشاطات رياضية. مثلا عنا جيم رياضي بالكامبوس بيستخدموه للفوتبول، للباسكتبول وغيرها من النشاطات. وأيضا نحن عنا نشاطات ثقافية واجتماعية. يعني مثلا السنة الماضية تعاوننا مع السفارة اليابانية، قمنا يوم ياباني ثقافي، حفلة يابانية وغيرها من الأنشطة. هل هو الهدف بس اجتماعي ببعض الأحيان ممكن يكون، أو ترفيهي، أو دائما في أهداف تربوية لهالنشاطات؟ ترفيهي وصقل شخصية الطالب، وأكيد الانفتاح على مجتمعات أخرى أو ثقافات أخرى. الكوميونيكيشن بفتكر هون مهم كتير، وخدمة المجتمع، ما ننسى قصة خدمة المجتمع. أكيد عم بيكون في توجيه دايم خلال السنة لطلاب بالمدارس، إن كان هن بيجوا لعندكم أو أنتم بتروحوا لعندهم. في عنا شيء اسمه الأوبن دور، جرى السنة الماضية بنوفمبر، بنستقبل طلاب المدارس، وأبواب الجامعة مفتوحة للجميع كل الوقت، بس نحن بنحدد أيام محددة بيجوا بيزورونا، بنشرح لهم، بنوجههم، ونحن جاهزين ونستقبلهم، أهلا وسهلا فيهم. عم نشوف صور على كل حال يلي بتفرج قد في فعلا هيك نشاطات وفرح، يعني في تسلية، في طلاب مبسوطين، مش بس كل الوقت عم بيفكروا بالدرس. أكيد يعني قد مهم كمان انه يكون في تنسيق مع سوق العمل. دكتور ملاعب، مثل ما ذكرنا قبل شوي، نحن دائما الاختصاصات اللي بنطرحها تناسب سوق العمل، وبنعمل شيء اسمه الجوب فير كمان، فهو بيعرف الطلاب على سوق العمل واحتياجات هذه السوق. أنا بدي أشكر وجودك معنا وشكرا على هالتوضيحات. بتحب تزيد شيء عن السوشيال ميديا قبل ما نختم؟ أكيد، نحن عنا الويب سايت، عنا الفيسبوك، وعنا different يعني ways أنه يتواصلوا معنا، وبنتمنى تشريفهم بالكامبس الدبي. أكيد، وهل التواصل بيصير بس خلال فترة معينة أو أي تايم ممكن الطلاب يتوجهوا لعندكم ياخذوا شوية معلومات؟ يعني أحسن ما يتركوا حالهم دائما لآخر دقيقة، هون معودين عليها بلبنان هاي. أكيد قبل بداية العام الدراسي هو البيست تايم، ولكن نحن دائما موجودين، والويب سايت والفيسبوك مثل ما ذكرت كمان يعني وسيلة تواصل فعالة جدا. شكرا لهالمعلومات، اهلا وسهلا فيك دكتور وليد ملعب. شكرا لك، شكرا للام تي في. رح ناخذ وقفه سريعه ومنتابع بام تي في لايف مع فقره ان تاون، خليكم معنا.